ماذا حدث عشية 23 يوليو 1952؟ زي الليلة دي كده سنة 52، إيه اللي حصل؟ ضباط الأحرار اللي شاركوا لأجل تغيير وجه مصر بالكلية، وبالمناسبة كان التغيير الإيجابي أيضا بالكلية. معانا على التليفون دكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة. أهلا 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 يا دكتور. أهلا بحضرتك صديقي العزيز ومشاهدينك الكرام. أنا فرحان جدا بصديقي العزيز عشان ده شرف ليا والله حقيقي، يعني ربنا يخليك يا دكتور. يمكن واحنا بنتكلم ممكن نحط كده ايه التقليب في اوراق يوليو، ايه اللي حصل يوم 22؟ يوم 22 بالذات مصر كانت عند مفترق الطرق، لان لما بنشوف كل التقارير والوثائق الامريكيه والبريطانيه حتى كان في تخوف كبير على مصير مصر منذ إلغاء معاهدة 36 على يد مصطفى النحاس، بداية الكفاح المسلح في قناة السويس، ثم المعركة الشهيرة للشرطة المصرية واستبسالها في الإسماعيلية في الدفاع عن مقر الشرطة والمذبحة اللي قامت بها القوات البريطانية، اللي 25 يناير اللي أصبح عيد الشرطة، ثم اليوم التالي اللي الجماهير صارت وحدث في القاهرة فريق القاهرة، واللي كل التقارير الأمريكية والبريطانية بتقول إن بعد حريق القاهرة كانت كل السيناريوهات مفتوحة. كان في تخوف كبير بالمناسبة في الوثائق البريطانية والأمريكية إن يحدث ثورة شيوعية في مصر نتيجة عدم تطبيق قانون الإصلاح الزراعي والمسألة الاجتماعية وقوة الشيوعيين وتدخل الاتحاد السوفيتي. البعض كان التقارير متخوفة من ان الاخوان المسلمين يقفزوا على الحكم ويوصلوا الى الحكم. البعض كان بيقول يعني شعبية الملك فاروق تكاد تكون انتهت بشكل كبير، وبالتالي ربما الوفد رغم ضعفه يقدر يحول المسألة الى ملكية دستورية. كل السيناريوهات كانت مفتوحة بشكل كبير وبشكل مخيف على المستقبل. عشان كده في يوم 22 ضباط الأحرار حسم الأمر بالقيام بتغيير من الداخل وتغيير من أبناء المصريين ومن الجيش المصري للقيام بإصلاحات. هم نفسهم قالوا إصلاح نفسنا في الجيش، تطهير الجيش، ثم الإصلاح الاجتماعي. عشان كده كان من أوائل القرارات في الحقيقة الإصلاح الزراعي. صحيح. وبالمناسبة في كتاب مهم جدا اللي هو جمال حماد مسميه 22 يوليو، يعني هو بيقول إن ثورة 23 يوليو هي قامت 22 يوليو، يعني بيتكلم عن هذه الليلة الشهيرة زي ما حضرتك قدمتها الفاصلة في تاريخ مصر في الحقيقة، واللي نقلت مصر لمرحلة تانية بشكل كبير. يمكن في 22 يوليو كانت هناك أدوار مهمة جدا لمجموعة من الضباط الأحرار، ويمكن من ضمن أصحاب الدور المهم جدا اللي أراه كان بالغ الأثر كان الله يرحمه يوسف صديق. طبعا طبعا يوسف صديق، يوسف منصور صديق، يوسف منصور صديق الأزهري، ضابط من أهم الضباط المصريين، وهو في رواية أنه قام بدري بقواته قبلها بساعة، بس في رواية تانية من أسرته أنه هو لا قام في المعاد بتاعه، بس هو كان أول المتحركين لاستطاع التحرك بينما القوات التانية تأخرت بعض الشيء. ففي خلاف حوالين هل هو قام بدري ساعة ولا قام في وقته، بس القوات التانية اللي خرجت من إشلاءات الجيش اللي كانت محيطة بالقاهرة هي اللي تأخرت نتيجة ظروف لوجستية، لكن طبعا هو أنقذ يعني جمال عبد الناصر وأنقذ عبد الحكيم عامر، ويعني أنقذ الثورة بشكل صحيح كبير. عشان كده تم رد الاعتبار لي مؤخرا في الحقيقة سنة 18 يعني خد قلادة النيل سنة 2018. صحيح
طب دكتور محمد، في ناس كتير يعني من وجهة نظري أنا للأسف دائما تحاول أن تتحدث حول ثورة 23 يوليو باعتبارها أنها الثورة التي لم يكن لها بد ولم يكن لها أي لزوم على الإطلاق، وأن الأوضاع في مصر كانت أفضل، أو الأوضاع في مصر كانت أفضل اجتماعيا أو اقتصاديا أو حتى سياسيا، وأنه يا سلام لو كانت الملكية استمرت. لكن هرجع على نفس ذات العنوان، بالتقليب في ثورة يوليو وما قبل يوليو، يعني وحضرتك أدرى من أدرى الناس بصراحة بهذه الموضوعات، ما قبل يوليو كيف كان حال مصر، وإزاي كانت الثورة شديدة الأهمية وكانت وجوبية؟ بص حضرتك، يعني أنا في التاريخ إحنا مش من أنصار أبيض وأسود حلو ووحش، لا، في إيجابيات وفي سلبيات، كل حاجة في التاريخ له إيجابيات وله سلبيات. ما قبل ثورة 23 يوليو كان في حراك سياسي وحراك اجتماعي، يعني كان في لجنة الطلاب والعمال في 1946 اللي خرجت قيادات سياسية كبيرة. بالمناسبة كان في الضباط الأحرار اللي هم تربوا في ما قبل 23 يوليو، صحيح. يعني جمال عبد الناصر تربى على كتابات توفيق الحكيم، وحتى لما اختلفوا مع توفيق الحكيم بعد الثورة الرئيس جمال عبد الناصر قال له يا عبد الحكيم عامل يا حكيم، ده توفيق الحكيم اللي تربينا على كتاباته. يعني هنا ما اقدرش اقول ان ما قبل ثورة 23 يوليو كان اسود وما بعده ابيض او العكس، يعني في بعض الناس بيقولوا ما حدث بعد ثورة 23 يوليو اسود، لا، في الحقيقة الضباط الأحرار وقيادات سياسية كبيرة اتربت قبل 23 يوليو، لكن زي ما قلت لحضرتك وبدأت كلامي، كل التقارير وكل التوقعات كانت تشير إن مصر في أزمة قبل 23 يوليو، أزمة اجتماعية وسياسية حادة، وإن لابد من التغيير. التغيير ده شكله إيه؟ هو اللي كان عليه خلاف بشكل كبير. فما قبل 23 يوليو في ايجابيات، ما كان في تحسين والغاء المجانيه، واسف تقرير مجانيه التعليم في حكومه الوفد الاخيره، لكن كان في ازمه اجتماعيه طاحنه بين المعدمين الفلاحين، وعشان كده طرح مشروع الفتوح الزراعي قبيل ثوره يوليو حتى في مجلس الشيوخ والبرلمان، لكن ما كانش في اراده سياسيه. في الحقيقة ميزة ثورة 23 يوليو أن كانت هناك إرادة سياسية سريعة لتحقيق آمال وأحلام الشعب المصري، وكان أولها بطبيعة الحال قانون الإصلاح الزراعي بشكل كبير. أنا أتمنى أن احنا، أنت عارف حضرتك، عد كتير من مناقشات بعض زملائنا السياسيين والصحفيين حادة جدا، يا أبيض يا أسود، أنا مع ما قبل ثورة 23 يوليو، أو أنا ضد ثورة 23 يوليو، أو أنا مع يوليو ضد لا، يعني أنا من أنصار فكرة التواصل في التاريخ. عبد الناصر خرج في انتفاضة الشباب في 35 من أجل عودة دستور 23 بالمناسبة، وعبد الناصر هو اللي غير النظام الملكي إلى النظام الجمهوري. ففي فكرة تواصل في الأفكار في الحقيقة، صحيح. طب دكتور محمد، الشعب المصري، إذا سألت دكتور محمد عفيفي عن بعض من أهم الإنجازات ل 23 يوليو، ما يراه الدكتور محمد عفيفي من إيجابيات 23 يوليو؟ بلا شك، أولا قانون الإصلاح الزراعي بشكل كبير، لأنه حل معضلة اجتماعية كبيرة كانت بتقرق المصريين، وبالمناسبه بتقرق التقارير الامريكيه والبريطانيه. يعني في التقارير الامريكيه والبريطانيه كانوا خايفين ان الازمه الاجتماعيه والمعدمين وثورات بعض الفلاحين قد تؤدي الى قيام حركه شيوعيه. فقانون الاصلاح الزراعي ادى الى استقرار اجتماعي بشكل كبير. في الحقيقه تاميم قناه السويس من أهم قرارات ثورة يوليو، رغم أنه كان سنة 56، لكن ده حقق آمال المصريين منذ التخلي عن أسهم قناة السويس. الثورة العربية كانت بتتكلم عن قناة السويس،
في بداية القرن المصريين، ومحمد فريد كان بيتكلم عن عودة القناة للمصريين مرة أخرى. حتى الحزب الشيوعي المصري اللي طلع في العشرينات، المطلب الثاني ليه كان تأميم قناة السويس. حتى الحزب الوطني بتاع مصطفى كامل، بس كان حافظ رمضان هو اللي كان في سنة 36 رفض معاهدة 36 من أجل عدم أنه ما جاش حديث عن قناة السويس وتأميمها. حلم المصريين كان تأميم قناة السويس، استطاع بحق تحقيق هذا الحلم اللي برضه ما كانش حلم المصريين بس، كان حلم العالم العربي كله. شعبية عبد الناصر زادت جدا في العالم العربي بعد تأميم قناة السويس وبعد حرب 56 اللي استطاعت مصر بدبلوماسية شديدة في الحقيقة كسب هذه الحرب من ناحية الدبلوماسية، وإجبار الاتحاد السوفيتي وأمريكا إنه يقفوا جنب مصر الاثنين ضد بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. صحيح. أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر، وأتمنى أن احنا نلتقي يعني قريبا جدا، أتمنى حقيقي في البرنامج ده يمكن نعيد التقليب مرة أخرى في أوراق يوليو. دكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة.